المهندس احمد مجاهد اتكلم على ان واقعه كهربا ومحمد فضل عضو اللجنه الخماسيه الموسم اللي فات وهو الاهلي بيسلم الدرع كانت تستدعي هي كمان العقوبه. طب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ طبقا لما نعلمه يعني من معلومات قدامنا على الصوره يعني هو انه رقم واحد هنا في عقوبه طلعت هنا ما طلعش عقوبه. دلوقتي بقى بقى في حاجه قدامنا مختلفه. رقم اثنين انه طبعا المشهد بتاع كهربا وفضل كان غير لائق لكن اكيد اقل حده من مشهد مجاهد وشيكابالا مع حفظ الالقاب لهم جميعا طبعا. رقم ثلاثه انه كهربا تقدم باعتذار مكتوب هو والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي وقتها وقبل هذا الاعتذار. هنا في الواقعه الثانيه لم يتقدم شيكابالا. اتوقع اتوقع وان كان شيكابالا يختلف يختلف كشخصيه ودي مجرد تحليل اللي قدامنا يعني عن كهرباء اتوقع ان هي تكون صعبه ان شيكابالا يعتذر لكن اعتقد انه ممكن يعتذر يعني ممكن يبقى في محاولات لان يتقدم باعتذار وتكون اول خطوه من خطوات تخفيف هذه العقوبه كفايه كده كفايه